بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة السابعة من مقرر المحاسبة المتوسطة 1203 حسب، بعنوان تقويم المخزون السلعي مدخل التكلفة التاريخية. وتتناول هذه الوحدة دراسة المشاكل المتعلقة بتسجيل المخزون السلعي وتقويمه والإفصاح عنه في القوائم المالية، وذلك وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية المتعارف عليه محاسبيا. وهناك أسس أخرى لتقويم المخزون السلعي سوف يتم تناولها في الوحدة التالية بإذن الله تعالى. المقصود بالمخزون السلعي، يقصد بالمخزون السلعي البضاعة التي تعتبر من الناحية القانونية مملوكة للمنشأة، ويشمل المخزون السلعي تلك البضائع التي تم الحصول عليها بغرض إعادة بيعها من خلال النشاط الاقتصادي المعتاد للمنشأة، أو لغرض استخدامها أو استهلاكها لإنتاج سلع سيتم بيعها في المستقبل على حسب طبيعة النشاط الذي تمارسه الشركة أو المنشأة. أهمية تقويم المخزون السلعي، نظراً لأهمية المخزون كعنصر رئيسي من عناصر الأصول المتداولة، فإن إجراءات قياسه وتقييمه تتطلب درجة عالية من العناية. فلا شك أن المحاسبة على المخزون السلعي تمثل أهمية خاصة، وذلك نظراً للأثر المزدوج لمعالجة المخزون على كل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي. فمن المعروف أن طرق تقويم المخزون يترتب عليها تقسيم تكلفة البضاعة المتاحة للبيع، والبضاعة المتاحة للبيع هي التي تتكون من المخزون السلعي أول الفترة زائد كافة المشتريات التي تم شراؤها. كل هذه البضاعة تعتبر متاحة أو معروضة للبيع من الشركة. يتم تقسيم تكلفة البضاعة المتاحة للبيع إلى جزئين، جزء يقيس تكلفة البضاعة المباعة أو تكلفة المبيعات، وهذا يحمل على قائمة الدخل للوصول إلى مجمل الربح، والجزء الآخر هو عبارة عن تكلفة المخزون السلعي المتبقي في نهاية الفترة، تكلفة مخزون آخر الفترة، وهذا الجزء يظهر ضمن الأصول المتداولة في قائمة المركز المالي أو في الميزانية العمومية. مكونات المخزون السلعي، عناصر المخزون السلعي تختلف، أو مكونات المخزون السلعي تختلف على حسب طبيعة النشاط الذي تمارسه المنشأة. في المنشآت التجارية التي تقوم بشراء سلع تامة الصنع لإعادة بيعها، يتكون المخزون من عنصر واحد وهو المنتجات التامة الصنع. أما بالنسبة للمنشآت الصناعية التي تقوم بشراء المواد الأولية أو المواد في شكلها الخام ثم تقوم بإعادة تصنيعها أو تحويلها عن طريق عمليات التصنيع إلى سلع تامة للصالحة للبيع، فإن المخزون السلعي في المنشآت الصناعية يتكون من ثلاثة عناصر: هناك مخزون المواد الأولية أو الخام، وهناك مخزون الإنتاج تحت التشغيل والذي مر بمراحل من عمليات التشغيل لكنه لم يكتمل، ثم مخزون الإنتاج التام الجاهز أو الصالح للبيع. نظم المحاسبة عن المخزون السلعي، يوجد نظامان لتسجيل عمليات المخزون السلعي وبالتالي احتساب كمية وتكلفة المخزون السلعي، وهما نظام المخزون المستمر ونظام المخزون الدوري. نظام المخزون المستمر، ويقصد بنظام المخزون المستمر ذلك النظام الذي يقضي بإثبات كافة العمليات المتعلقة بالمخزون أو بالبضاعة في حساب واحد يسمى بحساب المخزون السلعي. يمثل رصيد هذا الحساب في أي وقت من الأوقات خلال الفترة المالية
يمثل رصيد المخزون السلعي آخر الفترة، ويأخذ حساب المخزون السلعي الشكل التالي: حساب المخزون السلعي رصيد أول الفترة، وهو عبارة عن رصيد آخر الفترة البضاعة التي تبقت في المخازن ولم يتم بيعها في نهاية الفترة السابقة، يصبح رصيدا لأول الفترة الحالية، ثم يجعل مدينا أيضا بقيمة المشتريات من البضاعة التي قامت الشركة بشرائها. فعند قيام الشركة بشراء بضاعة يجعل حساب المخزون السلعي مدينا وحساب النقدية دائنا إذا كان قد تم شراء هذه البضاعة نقدا، أو حساب الموردون دائنا إذا كان قد تم شراء هذه البضاعة بالأجل. أيضا يجعل هذا الحساب مدينا بتكلفة نقل المشتريات أو مصروفات نقل المشتريات التي تكبدتها الشركة في نقلها للمشتريات أو للبضاعة إلى مخازنها، حيث يجعل حساب المخزون السلعي مدينا وحساب النقدية دائنا بتكلفة النقل للداخل. أيضا يجعل هذا الحساب مدينا بتكلفة البضاعة المباعة، وهي قيمة تكلفة مردودات المبيعات كلما حدثت عملية مردودات مبيعات أو مسموحاتها. في الجانب الآخر وهو الجانب الدائن، يجعل حساب المخزون السلعي دائنا بقيمة المردودات أو مسموحات المشتريات، سواء تم الرد نقدا أو تم تخفيض حساب الموردين بقيمة البضاعة التي تم ردها إليهم. أيضا يجعل هذا الحساب دائنا بحساب بمقدار الخصم المكتسب الذي حصلت عليه أو تمكنت الشركة من الحصول عليه نتيجة سدادها أو نتيجة وفائها بشرط الخصم، حيث يجعل هذا حساب الموردين دائنا وحساب المخزون السلعي، حساب الموردين مدينا وحساب المخزون السلعي دائنا. كما يجعل هذا الحساب دائنا أيضا بقيمة تكلفة البضاعة المباعة أو تكلفة المبيعات كلما حدثت عملية بيع، أي يتم تخفيض المخزون السلعي بتكلفة البضاعة التي تم بيعها. والفرق بين الجانب المدين والجانب الدائن يمثل رصيد آخر الفترة، أي البضاعة المتبقية في المخازن كمخزون سلعي. ولذلك نظام المخزون المستمر يمكننا من معرفة رصيد آخر الفترة، أي البضاعة المتبقية والتي لم يتم بيعها، يمكن معرفة ذلك في أي لحظة من اللحظات خلال الفترة المالية. نظام المخزون الدوري. ونظام المخزون الدوري هو النظام المعتاد والذي اعتدنا على دراسته في المحاسبة، حيث تتم المحاسبة على المخزون عن طريق فتح عدة حسابات: حساب خاص بالمشتريات، وحساب خاص بمردودات ومسموحات المبيعات، وأيضا مصاريف النقل للداخل أو مصاريف نقل المشتريات، وأيضا حساب للخصم المكتسب. وأيضا عندما تستخدم المنشأة نظام المخزون الدوري فإنها لا تمسك سجلات مستمرة لكميات وتكلفة المخزون. هناك بعض الملاحظات: أولها، يتطلب نظام المخزون الدوري تحديد المخزون السلعي عن طريق الجرد الفعلي في نهاية كل فترة، فلا يمكن للشركة التي تستخدم نظام المخزون الدوري أن تتعرف على كمية وتكلفة البضاعة المتبقية في المخازن التي لم يتم بيعها في نهاية الفترة إلا عن طريق الجرد الفعلي للمخازن لمعرفة أو لتحديد كمية البضاعة وتكلفتها والتي تبقت ولم يتم بيعها. أيضا طبقا لهذا النظام وهو نظام المخزون الدوري، فإن تحديد تكلفة البضاعة المباعة يتم عن طريق عملية حسابية، هي تكلفة البضاعة المباعة تساوي المخزون السلعي أول الفترة، وهو كما ذكرنا البضاعة التي تبقت في نهاية الفترة السابقة ولم يتم بيعها، تصبح رصيدا للمخزون في أول الفترة الحالية، يضاف إليها صافي المشتريات، وهي عبارة عن المشتريات زائد مصاريف المشتريات ناقص ثلاثة أشياء: مردودات المشتريات ومسموحاتها والخصم المكتسب. المشتريات زائد مصاريفها ناقص مردوداتها ومسموحاتها والخصم المكتسب، كل ذلك يعبر عنه بصافي المشتريات. ومن الجدير بالذكر
أن المخزون السلعي أول الفترة زائد صافي المشتريات يعبر عن تكلفة البضاعة المتاحة للبيع أو المعروضة للبيع. فإذا طرحنا من الجزء الأول من المعادلة مخزون آخر المدة، أي البضاعة التي تبقت في المخازن ولم يتم بيعها حتى نهاية الفترة، يظهر الرصيد أو يعبر الباقي عن تكلفة البضاعة المباعة أو تكلفة المبيعات. نظام المخزون المستمر الذي ذكرناه أولا يتطلب عددا من السجلات المحاسبية، وذلك بهدف تحقيق الرقابة الفعالة. أيضا نظام المخزون المستمر يتطلب جرد فعلي للمخزون ولو لمرة واحدة على الأقل كل عام لمطابقة الرصيد الفعلي بالرصيد الدفتري، وذلك على الرغم من أنه يمكن الوصول في نظام المخزون المستمر يمكن الوصول مباشرة إلى رصيد المخزون آخر الفترة في أي لحظة من لحظات الفترة المالية، وذلك عن طريق الرجوع إلى حساب المخزون السلعي، رصيده يعبر في أي لحظة عن رصيد المخزون آخر الفترة. في حالة اتباع الشركة لنظام المخزون الدوري أيضا، فإن رصيد المخزون السلعي الذي يظهر في ميزان المراجعة يعبر عن رصيد المخزون السلعي أول الفترة. أما في حالة اتباع الشركة لنظام المخزون المستمر فإن رصيد المخزون السلعي الظاهر بميزان المراجعة يمثل رصيد المخزون السلعي آخر الفترة. أيضا عند الجرد الفعلي للبضاعة، فإن البضاعة بالطريق، إذا كان هناك بضاعة بالطريق ولم تصل إلى مخازن الشركة حتى نهاية الفترة، تدخل ضمن تكلفة المخزون السلعي في نهاية الفترة، وذلك إذا كان شرط تسليم أو شروط شراء هذه البضاعة أن يتم التسليم في مخازن المورد أو التسليم ميناء الشحن. بمعنى أن هذه البضاعة بمجرد خروجها من مخازن المورد تدخل في ملكية الشركة وهي المشتري، وبالتالي تدرج ضمن تكلفة المخزون السلعي. أما إذا كان التسليم شرط تسليم البضاعة التسليم مخازن الشركة أو ميناء الوصول، فإنها لا تدخل ضمن ملكية الشركة للبضاعة، أي لا تدخل ضمن المخزون السلعي عند الجرد، لأنها لم تصل بعد، وبالتالي فهي لا تدخل ضمن تكلفة مخزون آخر المدة. أما بالنسبة لبضاعة الأمانة، أيضا بضاعة الأمانة الموجودة طرف الشركة لا تدخل ضمن المخزون لدى الوكيل، بل هي ملك للموكل.